واللي حمسني لما سمعت الأمير تميم بيقول إنه جمهور كرة القدم موعودين بتجربة استثنائية في الدوحة لكأس العالم هذا، فهنا أنا جاتني الفكرة إنه حروح لو مشي بعدين. يعني إحنا هنا من مشيت من جدة إلين الدوحة كل 100 كيلومتر مختلفة عن الثانية، يعني دائما يعني المية كيلومتر هذه فيها كثبان رملية، اللي بعدها جبال، اللي بعدها أرض فاضية، اللي بعدها مزارع، فأنا قاعد أمر بجميع التضاريس خلال في بلد واحدة خلال شهرين، فالحمد لله ده شيء جميل. صحيح إن الأجواء حارة، أنا خاصة ماشي